سنولي عنايتنا كذلك مشكلة الفقر الذي يعانيه بعض أفراد شعبنا، وسنعمل بمعونة الله وتوفيقه على التخفيف من حدته وثقله. وفي هذا الصدد كان والدي رحمه الله قد شرفني بقبول اقتراح إنشاء مؤسسة يختار لها من بين الأسماء اسم مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تهتم بشؤون الفقراء والمحتاجين والمعوقين. عاهدنا أنفسنا على تفعيل دورها وإحاطتها بكامل الرعاية والدعم. أخيرا حضرة السادة، قلما ترونني موشحا صدري بشارة أو بوسام، ولكنني اليوم مسرور وفخور بحمل هذه الشارة تضامنا مع جميع أبناء الحاجة في بلدنا، تضامنا مستمرا لا وليد اليوم ولا الغد ولا بعد الغد، تضامنا يجد منهله في أخلاقنا وتربيتنا وتراثنا. فلنسر في هذه الحملة ونواظب عليها، علما منا أننا سنعين لا على محو الفقر، ولكن على الأقل على تخفيف ما ينوء به أولئك الذين هم في حالة الفقر. ولا أحسن وسيلة لمحاربة الفقر من جهوية ولا مركزية الجمعيات الخيرية والمبرات الإنسانية.